السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل زوار ومتابعين مدونة عرب تكنو الكرام ومجتمع هاكس كل أمن المعلومات. يا رب كلكم تكونوا بخير. في رسائل كتير جات لي على الصفحة على الفيسبوك بيسألوني إزاي نفعل الدارك مود على الفيسبوك برغم انه هو لسه منزلش كتحديث رسمي للجميع، ومع ذلك ناس كتير مفعلاه وطولهم انا فعلت الدارك مود وكده. فالموضوع ده بيتم ازاي وازاي نفعله؟ خليني اقولك تعمل كده ازاي. بس قبل ما ابدأ، فضلا وليس امرا، ما تنساش تدعمني بلايك وكومنت لان ده بيدعمني وشجعني ان استمر في اللي جاي ان شاء الله. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد وكل حاجة انا بنزلها. دلوقتي خلينا نبدأ بسم الله. الموضوع سهل وبسيط، كل ما في الامر انك هتخش على الاب ستور وتخش مثلا على الفيسبوك، تعمل سيرش على الفيسبوك، سواء الفيسبوك ده او الفيسبوك اللايت اللي هو ده، لازم تتأكد انك على وضع المطورين، يعني انت احد مختبري الاصدار التجريبي. الفيسبوك هتلاقيه جنبه كده من فوق كلمة تجريبي او بيتا زي ما انت شايف، ولما تنزل تحت كده هتلاقي كاتب لك انت احد مختبري الاصدار التجريبي. طبعا دي انا كنت شرحتها في حلقة اضافة الايموجي اللي الناس كلها كانت بتدور عليه واللي نزلتها، والناس كتير قوي اكتر من 15,000 واحد شافوها وعملوا الايموجي. كل القصة ان انت مكان كلمة مغادرة اللي انت شايفها دي، شايف كلمة مغادرة، هتلاقي مكانها كلمة انضمام، هتدوس عليها وتتبع الخطوات وهتكون احد مختبري الاصدار التجريبي. بناء عليه هيظهر لك كلمة تجريبي او بيتا جنب اسم الفيسبوك زي ما انت شايف كده عندي. طيب لو مش موجودة كلمة تجريبي، فانت كده هتستنى لغاية ما التحديث الرسمي بقى يجي زي ما هيجي لكل الناس. امتى؟ الله اعلم، ممكن بعد اسبوع، بعد يوم، بعد شهر، شهرين. لكن لما يكون جنب الفيسبوك او اسم الفيسبوك تجريبي او بيتا، انت كده بتجرب المزايا الجديدة كلها قبل اي حد. ما علينا، هتلاقي كاتب لك كلمة تحديث مكان فتح دي، طبعا انا حدثته وجربت علشان اعرف الطريقه شغاله ولا لا. فعايز تعمل تحديث تمام، بس الاحسن واللي انا برجحه دايما انك تعمل الغاء تثبيت للتطبيق، تعمل الغاء تثبيت كويس وتعمل تنصيب من اول وجديد. وبعد كده مثلا هتفتح الفيسبوك لايت وتخش على الثلاث شرط اللي فوق دول وتنزل تحت، هتلاقي ضاف لك هنا الوضع المظلم زي ما انت شايف، لو دوست عليها كده هيقلب لك دارك مود. طبعا ده حتى لو كان الموبايل بتاعك ما بيدعمش الدارك مود، زي ما انت شايف الدارك مود متفعل والدنيا تمام وكل حاجة زي الفل. عايز تقفله هترجع تاني وتنزل تحت وتقفل الدارك مود، تفتح الدارك مود، تقفل الدارك مود. كذلك الامر برضو في الفيسبوك التاني، هتلاقيه يا اما بره هنا زي الفيسبوك لايت او هتلاقيه في الاعدادات والخصوصية، هتفتح برضو تلاقي الدارك مود. عشان ما اطولش عليكم، هي دي الطريقة باختصار وبكل بساطة وبكل سهولة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى تكون استفدت. لو عندك اي استفسار اكتب لي في كومنت، وما تنساش تكتب كومنت يشجعني ويدعمني وتديني اللايك بتاعك الجميل وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد لو مهتم بالمحتوى اللي انا بقدمه. وقبل ما اقفل عايز اقول لك ان هيكون في بث مباشر هيكون على القناة قريب جدا، علشان اللي عنده اي استفسار، اللي عنده اي مشكلة، اللي عنده اي حاجة عايز يتكلم فيها يقدر يتواصل معايا على البث المباشر ونحل المشكلة مع بعض ان شاء الله والكل يستفاد. وهنتكلم في محتوى القناة عموما. عشان ما اطولش عليكم، هبقى انزل لكم مواعيد البث المباشر دي قريب. والا هنا اشوفكم على خير في حلقات جاية كتير في مدونة عرب تكنو، مجتمع عاكس كل امن المعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.